الميادين وعلى قناة أبوظبي الرياضية الناقلة من قلب الحدث. هذه الانطلاقة وهذه المسيرة تنطلق والرحلة رقم 8 تسيرة حاملا تحديات الزمول المهجنات. إذن مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام نسير مباشرة إلى المركز الأول وإلى الصدارة والمقدمة. هناك ديمان ناصر بن محفوظ بن خميس الينيبي من يتواصل في مقدمة هذا الشوط. والمركز الثاني الوصول من شاهين على ثاني المراكز مطر بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي من يصل على ثاني المراكز. والمركز الثالث فواز من يصل ثالثا بقيادة راشد بن علي بن رشيد الاكتبي يصل على ثالث المراكز. والمركز الرابع مشوش سالم بن دنان بن فالح الشامسي على المركز الرابع. والمركز الخامس التحرك ايضا من الغزال محمد بن سهيل اليبهوني الظاهري وصل مع الغزال المتفرج على رابع المراكز. والمركز الخامس هناك على خامس المراكز للطام من يصل في هذه اللحظات محمد بن علي بن عيف العامري يصل على سادس المراكز. والمركز السابع والتحرك ايضا من براق محمد بن ناصر بن طويل بالمنصوري على سابع المراكز. والمركز الثامن مشوش سالم بن دناد بن فالح الشامسي. والمركز التاسع هناك التحرك والانطلاق الجميل والرائع من نجم محمد بن ناصر بن طويل المنصوري. هنا نتابع المركز العاشر في هذه اللحظات والوصول من الأسماء الواصلة في هذا المسار وفي هذا الانطلاق. هناك الحذر راشد بن غالب بن راشد المنصوري. إذن العودة إلى المركز الأول والعودة إلى الصدارة وإلى المقدمة وإلى مقدمة هذا الشوط والمتواصلون والمتحدين في بداية هذا الانطلاق وفي هذا التحدي. ولكن من غير من بدل من انتقل بالمركز الأول غير هناك ديمان دائما من غير في هذه اللحظات واحتل المركز الأول ناصر بن محفوظ بن خميس الينيبي بهذا الشعار المميز والرائع والمتواجد دائما في تحديات انطلاقات رياضة الآباء والأجداد. إذن المركز الثاني هناك الوجود والتحرك من شاهين مطر بن محمد بن راشد بن خيال بن راشد الخيال الطنيجي من يصل على ثاني المراكز. والمركز الثالث هناك طيارة اليبهوني من تتواصل بطيرانها في سماء الوثبة وتصل مع القزال محمد بن سهيل اليبهوني الظاهري كما تواصل في الشوط الماضي مع نسيم من احتل المركز الأول بدون أي أوامر ولا شبه أوامر. ها هو يواصل انطلاقاته مع القزال. إذن المركز الرابع والتحرك هناك مع فواز راشد بن علي بن رشيد الاكتبي يصل على رابع المراكز. والمركز الخامس مع براق محمد بن ناصر بن طويلب المنصوري على خامس المراكز. وسادسا والتحرك مع سادس المراكز ومع نجد محمد بن ناصر بن طويلب المنصوري يصل مع نجد المتواصل في هذا المسار. والمركز هناك المركز السابع والتحرك من لطام من وصل على سابع المراكز محمد بن علي بن عيف العامري. والمركز الثامن مع مشوش سالم بن دنان بن فالح الشامسي. والمركز التاسع والتحرك هنا في هذه اللحظات من الباز حمد بن محمد بن سالم بن جهويل من وصل في هذه اللحظات يسحب مساط المركز الثامن. والمركز التاسع هناك مع مستحيل حمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري وعاشرا مع الحذر راشد بن غالب بن راشد المنصوري. إذن العودة إلى المركز الأول والعودة إلى الصدارة إلى رأس حربة هذا الشوط. الله 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 والتحدي الجميل والانطلاق المميز وديمان منا في المركز الأول والصدارة والمقدمة بقيادة ناصر بن محفوظ بن خميس الينيبي.
المركز الثاني هنا بجواره من الجانب الأيمن، هنا يتواصل فيه هو براق أو شاهين مطر بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي من يصل على المركز الثاني، هنا متواصلا مع المركز الأول المركز الثالث، هنا الوصول والتحدي من الغزال، الغزال من يصل على ثالث المراكز محمد بن سهيل اليبهوني الظاهري انطلاقاته هذا الصباح مميز، ونذكركم بانطلاقات الفترة المسائية والمخصصة لأصحاب السمو الشيوخ هناك الساعة الثانية من بعد ظهيرة هذا اليوم. إذن المقدمة ما زالت مع ديمان على المقدمة والمركز الأول متواصلا بتحدياته، هذا الشعار متواصلا بانطلاقاته ومساره الرائع والمميز هناك بقيادة ناصر محفوظ بن خميس اليونيبي، روح اليونيبي وخلك الصدارة في هذا المسار، ولكن شاهين له رأي آخر في هذا المسار ليتواصل بشعار مطر بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي، والتحدي أيضا التحدي من الغزال من يقطع الأميال ميل وراء ميل في هذا المسار، محمد بن سهيل اليبوني الظاهري وتحرك أيضا على رابع المراكز ويتواصل براق، هناك وصل براق في هذه اللحظات، محمد بن ناصر بن طويلب المنصوري على رابع المراكز، والمركز الخامس الباز حمد بن محمد بن سالم بن جهويل المري من يصل على خامس المراكز، وسادسا والتحرك من الأسماء بدأت تظهر الأسماء في هذه اللحظات، تدخل فواز راشد بن علي بن رشيد الاكتبي والمركز السادس، المركز السادس التواصل مستحيل، حمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري مع الشعار الاقتصادي والمميز دائما وأبدا، أيضا الوصول مع سابع المراكز من نقد محمد بن ناصر بن طويلب المنصوري، وثامن المراكز الحذر راشد بن غالب راشد المنصوري، والمركز الثامن والمركز التاسع من تدخل في هذه اللحظات ووصل في هذا المسار وفي هذا الانطلاق، نجد وصل وتحرك في هذه اللحظات، تدخل مع الأسماء المتدخلة سلطان بن طارش بن مبارك بالقوب، الله تدخل أيضا شعار البرنس هنا في هذه اللحظات، مبشر قال الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت من وصل في هذه اللحظات، ولكن وين المقدمة وين الصدارة، من غير من بدل، ولكن المقدمة تغيرت مع هذا الاسم مع شاهين مطر بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي من انتقل بالمركز الأول ليأتي مع المنعطف الأخير ما بعد قصرة العبور، والمركز الثاني ديمان على ثاني المراكز، ناصر بن محفوظ بن خميس الينيبي والغزال من يصل ثالثا ليتواصل مع هذا الشعار المميز والشعار اليبهوني المعروف دائما والمتميز بانطلاقاته، مع هناك على المركز الثالث محمد بن سهيل اليبوني الظهري، وتواصل الباز حمد بن سالم بن جهويل المري على المركز الرابع، ولكن العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة إلى شاهين على المقدمة على المركز الأول، ولكن المحاولات الجميلة والرائعة من ديمان المركز الأول مع شاهين، هناك من يتواصل مطر بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي، وثانيا مع ديمان ناصر بن محفوظ بن خميس اليونيبي من يصل ثالثا، وبدت الأسماء والحركة الجميلة والتدريجية هنا على المركز الثالث مع الباز حمد بن محمد بن سالم بن جهويل المري يصل على ثالث المراكز ليتواصل مع هذا الاسم ومع الباز المركز الثالث أو المركز الرابع الغزال محمد بن سهيل يبوني الظاهري من يصل على المركز الرابع وخامسا، شعار البرنس تواصل من المناطق الخلفية، مبشر قال الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت، وكيلو ونصف كيلو من يفصلنا عن النهاية وعن التتويج وعن الفوز، ولكن شاهين يا شاهين هنا مع المنعطف الأخير مع المنعطف الخطير مع الانطلاق المستقيم، ولكن
ولكن المقدمة الشاحين ما زال في المقدمة. نطر بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي، الطنيجي هو من يتواصل بالمركز الأول ويقدم شاحين. يا شاحين المركز الثاني ديمان، على ثاني المراكز ناصر بن خميس بن محفوظ، ناصر بن محفوظ بن خميس الينيبي من يتواصل على ثاني المراكز. ومبشر تدخل في هذه اللحظات ليتواصل جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت هنا من يصل في هذه اللحظات. الله 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 بدت الحركة وبدا الانطلاق، يصل على رابع المراكز، تواصل هنا مبشر على رابع المراكز مع الفرنسي هنا جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت، وصل ايضا الغزال محمد بن سهيل اليابوني الظاهري. ولكن العودة، العودة الى الباز، الباز غير وانتقل بالمركز الاول، روح الباز حمد بن محمد بن سالم بن جهويل المري. الله يا بن جهويل، هنا من يتواجد على المركز الاول ومع الصدر مع المركز الاول والصدارة. ولكن عاد شاهين، شاهين يعود الى المركز الثاني يتواصل بالتنافس والتحدي الجميل بشعاري مطر بن محمد بن راشد الخيال الطنجي. تدخلت الاسماء ولكن الباز، الباز الباز على المركز الاول، على الصدارة، على المقدمة والخطورة من الغزال من يصل بشعار اليابوني. ولكن تهانينا والناموس واللحظات الأخيرة واللحظات الحاسمة هناك مع الباز، الباز 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 يصل إلى خط النهاية، يصل إلى منطقة الثيل محققا هذا الناموس، محققا هذا الفوز. ومهدي لمالكة حمد بن محمد بن سهيل، حمد بن محمد بن سالم بن جهويل المري، وصل على ثاني المراكز هناك مع تحديات الغزال محمد بن سهيل يبوني الظاهري، وصل ثالثا على ثالث المراكز. هناك تواصل فيه شاهين مطر بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي، والمركز الرابع وصل على رابع المراكز مبشر جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت، وخامسا واصل على خامس المراكز وتواصل هناك بتحديات جميلة ورائعة. مبلش أحمد بن حسين بن محمد القرشي من وصل على خامس المراكز. إذا نعود ونهني، نعود ونهني مالك الباز حمد بن محمد بن سالم جهويل المري. 13 دقيقة 34 ثانية بالوفاء والتمام والكمال، توقيت الباز من فاز بالمركز الأول وصل على ثاني المراكز. هناك الغزال محمد بن سهيل يبهوني الظاهري وتواصل بتوقيته المميز 13 دقيقة 35 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لليبهوني الظاهري على هذا الإنجاز. المركز الثالث وصل على ثالث المراكز. هناك شاهين مطر بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي ليتواصل بتوقيت 13 دقيقة 13 دقيقة 35 ثانية، خمسة ثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.